السادس القيء عمدا. نعم، القيء عمدا، يفرقون بين القيء عمدا والقيء رغما، يعني إنسان تعمد أن يقيء والثاني غلبه القيء، فالذي غلبه القيء لا يفطر والذي تعمد القيء يفطر. وإذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من استقاء فليقضي ومن ذرعه القيء فليتم صومه. إذن هناك تفرقة بين الذي يتعمد القيء وبين من يغلبه القيء. فإذا غلبك القيء اللي هو الترجيع التجديف، هذا إذا غلبك القيء صومك صحيح، صومك صحيح. لكن إذا تعمدت أن تقي، كيف يتعمد الإنسان يقي؟ يضع إصبعه مثلا حتى يقي، أو يشم روائح معينة تساعد على القيء، طيب، أو يتعصر مثلا حتى، المهم يتعمد أن يزوع أو يقيء أو يجدف أو يرجع، سمها ما شئت. زين، أنا ما أدري بعد لها تسميات أخرى في شو يسمونها، ها مصر شو يسمونها؟ يستفرغ. أنتم مصريين أنتم؟ إيش دراكم؟ ما في مصري؟ ها أبو خالد شو يقول؟ يستفرغ، بس ما عندكم غيرها. احنا عندنا يزوع ويستفرغ ويرجع أم يرجع بعد عندكم؟ زين، زين، المغرب العربي إيش عندهم؟ القصد أنه إذا يعني ذرعه القيء غلبه فإن صومه صحيح، أما إذا تعمد القيء فهنا لا يصح صومه. نعم.